اختي. لا هاشعر. لا ما اقصدش اختي، اختي يعني مش حياتي يعني بس. عارفه عارفه. وبعدين هنقول امتى اللي احنا عاوزينه؟ هنقول ايه؟ انت عاوز ايه؟ انا اصلي قابلت واحده ولقيتها عجباني ولقيت نفسي بتقدم لها عشان اتجوزها. ده امتى ده يا اخويا حصل؟ في حاجه يا نار؟ لا يا اخويا حقك، هو حد يقدر يقول لك حاجه؟ سبحان الله، انا بس مش عايز حد يعرف حاجه الا من الموضوع ده يحصل. طبعا يا اخويا، واللي تؤمر بيه كله يحصل. الحمد لله. بس على الله بقى تبقى جايب لنا حاجه عدله مش واحده موكوسه. لبنانيه من لبنان، شبه اللي بتشوفيهم في المسلسلات دي ليل نهار دي. روبي اللهم اني صايم. الله، ده انت بقيت دولي يا حاج. لا بس المحلي مفيش احلى منه برضو، انت جوه قلبي. ربنا ينولك كل اللي بتتمناه يا حاج. امين يا رب. اقوم بقى انا عشان الفطار. ما تنسيش تبعتي لي جبيني صوبيا والنبي يا نار. هو الذي كفاني. بس يا عن امك بقى، بس بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مال الواد؟ صعبان عليه اللي انت عامله في امه. دي اللي عمل فيكي كده؟ طبعا، ما هو انت لو كنت بتسال كنت عرفت. بس ازاي انت عامل نفسك مقموص من ساعه ما جيت وما بتسالش فيا؟ والله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، مش هنعيده تاني. مين اللي عمل فيكي كده يا سميحه؟ العقربه اللي انت رامي نفسك في حضنها ليل ونهار وكارفني ورميني رميه الكلابه. انت بتضحك ليه دلوقتي؟ انت عايز تستفزني وخلاص؟ انت مش ملاحظه ان الواد سكت ودراعك اتصلح وشوحتي بيه؟ يو بقى، طب اهو بقى، اهو اهو بقى. ربي بقى، بتعيطي ليه دلوقتي؟ ما انت عارفه انك ما تهونيش عليا. ما هو انت يا اخويا واللي كان هنت يا عبيطه. ده انت الضحكه اللي بستناها ما بدخل البيت. ده خفه دمك وشقاوتك دول والعسل اللي بيطلع من بقك ده بيخفف على الواحد اي حاجه وحشه تحصل له طول اليوم. وطبعا انت عارفه وفاهمه الكلام ده كويس، عشان كده شايفه نفسك عليا. ما هو انتوا كده، اما الواحده فيكم تعرف ان جوزها ما يستغناش عنها تقوم تعمل فيه كده. هو انا عملت حاجه؟ حرماني، حرماني من ضحكتك الحلوه. صحيح يا فواز، ما تقدرش تستغنى عني برضه؟ بتسالي؟ لا اله الا الله، وانا اللي بقول سميحه دي ايه؟ لماحه بتلبح الحاجه قبل ما تطير. حقك يا حاج، لو كنت زعلت ما بعرفش ازعل منك. يلا قومي ننزل نفطر، وليكي عليا بعد الفطار هاخدك واخد العيال وننزل نجيب لبس العيد وكل اللي نفسك فيه. صحيح يا حاج. مش بس كده تقالي، ده انا هوديكي تشربي الفخفخينه اللي بتحبيها. هتشربي فخفخينه بجد؟ اللهم اني صايم. اتهدي بقى، اتهدي، ده دم لسه ما ادانش. لا اله الا الله، لا اله الا الله. صحيح يا حاج، هتخليني ازور امي؟ يا سلام طبعا، وتشوفي اخواتك وتجيبي لهم لبس العيد والكحك والبسكويت. هي مش دي الاصول ولا ايه؟ طول عمرك صاحب واجب وما تفوتكش حاجه ابدا. يا سلام يا هدى، يا الراحه اللي بحسها في الاوضه دي دونا عن اي اوضه تانية. انت عامله لي عمل ولا قاري عليها ولا انت عامله ايه انت؟ بدعي لك يا حاج، بدعي لك ان ربنا ينصفك ويريح بالك. يا ودع، يا راحة البال دي تسوى الدنيا واللي فيها. ربنا ينولها لك يا حاج وما يحرمك منها ابدا. بس يا حاج احنا هنلحق نجيب كل الحاجات دي النهارده؟ هنلف وربنا يعدلها. ده الولاد هيفرحوا قوي يا حاج، انت عارف دول بيستنوها من سنه للسنه. وانت يا ودع؟ أنا إيه يا حاج؟ ما تستنيش لمتنا سوا. أنا طول الوقت مستنياك يا حاج. الله الله عليك يا أبو قلب أبيض وصافي أنت. الأذان يا حاج. اللهم لك صمت على رزقك أفطرت.
حاضر يوم جاية. طيب ماشي. الله شحاتة تعبان ومش مستحمل. خلاص انا ما بقتش قادر. ده ايه ده مالك يا راجل فيصتي بدري كده ليه؟ دي ليله عيد والناس كلها سهرانه. اسكت يا سعاد، طول النهار عمال الف على كعابي رايح جاي رايح جاي لحد ما استويت. يا راجل يوه، بطل صلبطه وامطش وشك بشويه ميه وانت تفوق. دي الليله سهره صباح يا سعاد. حرام عليك، انا هموت وانام. وسيبني في ليله زي دي، ده برضه اسمه كلام؟ حتى تبقى عيبه كبيره في حقك. سعاد انا جتتي مش خالصه. يوه مالك يا راجل، ما انتش على بعضك كده ليه؟ حبيبي بقى سعاد بقى شحاته. يوه يا شحاته. يعني ما وحشكش السهر معايا؟ بس بصراحه سعاد ركبي مخلعه ومفاصلي سايبه. بس كده هرمي لك عضمك باكله تصلب طولك. يا راجل هو انت شطبتي ولا ايه؟ اصل سعاد ظهري قافش وكعابي ايضا نار. بس كده يا كوكو، حطها في شويه ميه وملح وهي طش طش طش. بقولك يا سعاد، هي الليله يعني لازماكي قوي؟ الظهر الليله مش لازماكي يا شحاته. مش العباره سعاد، بس هو انت لسه هتبس بس وتخلصنا بقى. انت عارفه يا سعاد ايه؟ انا مش هطص وشي بشويه ميه بس، انا هخش اطص في الدش على طول عشان افوق لليله الصباحي. انشطين وميه عيشتكم عينيا يا غالين عليا يا غالين عليا يا غالين عليا يا غالين عليا يا اسكندرية يا اسكندرية. انا لموني اللي خدوا مني قالوا لي مش عاجبك في يا نهار اسود، ايه ده الجرمة ده؟ يا لهوي ليلتك السودا يا شحاته. ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا شحاته؟ كده تستوي تاخد لك لطشه برد. ده انا هاخد فيك 6 اشهر. اللي جاب اخواتك يا سعاد؟ مش قلت لك السهره ليله صباحي؟ لما اخش وسط نفسك في حريم قاعده، وتعالى عشان نلحق لك لقمه وحب ترمس. يلا يا روح هتكون يا اخويا كل ترمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف أهلا بكبير الحجاج كلهم. ازيك يا دكتور؟ وحشتنا. أنت اللي تعلان علينا. شايلينك لعوزة، ما أنت سيدي اللي عارفين. تحت أمرك، بس تشرب حاجة ساقعة. لا 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 لا، أنت عارف أنا ماليش فيها، وكمان مفيش وقت. أمرني يا حاج. نفس التموين بس بحبحة سنة. من عناية، عايزهم إمتى؟ بكرة الصبح شحاتة هيعدي عليك، ولا كنوش قافلين عشان العيد؟ ما أنت عارف يا حاج ما عندناش أجازات. على البركة. ما تنساش بقى الموانع، بس يا ريت تبقى حبوب، بلاش الحاجات الجديده اللي بتشكشك دي وتقلي المزاج يا دكتور. ماشي. سلام. امرني يا حاج، بس كان لازم تشرب حاجه ساقعه. مفيش وقت والله يا دكتور، يا دوب الواحد يريح شويه قبل صلاه العيد. ربنا يجعل ايامنا كلها اعياد يا رب. الجميل ده صوتك جميل ما شاء الله يا منعم. شاطر جدح جدح. الصوت ده نعمه من عند ربنا. ربنا بيخص بيها واحد صوته حلو، واحد شكله حلو.
عشان كده لازم نستغله في الصالح مش في الغنى. بس انا ما بعرفش اعمل حاجه تاني. ازاي بقى؟ ازاي الكلام ده؟ انت ممكن تبني صوتك ده بايات من الذكر الحكيم، تلاقي بقى النعمه تكتر وربنا يحفظك من الشر، مش نستغله ونستهلكه في المغنى والكلام الفاضي. بس انا بحب اغني يا بابا، وزمايلي بيقولوا لي ان صوتي حلو. طب ما الشيخ محمد رفعت كان صوته حلو، كان صوته جميل. الشيخ محمد رفعت ما شاء الله. انما شوف هو كان بيستغله في ايه وانت بتستغله في ايه. ربنا ادى البني ادم نعم كتيره قوي يا منام، قوي. المفروض بقى يستغلها في الخير في الصالح. حاضر يا بابا. حضر لك الخير يا حبيبي. انا قلت اجي عايد على حماتي واولاد عمي. الحاج قال مش معقول العيد يجي ولا نجيش نقول لكم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. كل سنه وانت طيب يا منعم. تعال يا حبيبي. روح لتيتا روح. ده انت وحشتني قوي. وانت كمان يا تيتا وحشتني قوي. ايه الواد الجمال ده يا ايه الحلاوه دي؟ ربنا يبارك لك فيها. تعيش يا عموره تعيش. هو كمان يموت في خاله، يحب خاله حب. وبقيت خلانه. فين صحيح بقيت خلانه؟ مش يجوا يعيدوا على الواد؟ ايوه يا اولاد تعالوا عيدوا على اختكوا. اهلا بالرجاله. ايه ده ايه ده؟ مين اللي عمل فيكوا كده؟ اسكت يا واد. تعالى هنا اهو جنبي. تعالى هنا. انا ناقصك. اخلص خالص. بسأل ابوك يا حبيبي مين اللي عمل فينا كده؟ ايه ابنك يفرجوا علينا يا حاج فواز؟ ليه كده بس يا تسوقي؟ دي ايام مفترجه. وبعدين الضفر ما بيطلعش من اللحم ولا الدم بيبقى ميه. يا سلام. واللي جوزك عمله فينا ده اسمه ايه؟ ما قلنا عفى الله عما سلف بقى. الله الله. وبعدين هو ربنا خلق الاعياد ليه؟ عشان الناس تعيد على بعض. الله يفتح عليك يا نور ويزيدك من العلم. وعلشان النفوس تتصافى والود اللي اتقطع يتوصل بين الاهل والاقارب والاصدقاء. امير شوفي الحاج ياما جايب لكم ايه عشان العيد. والله ده حلف انه ما يجيب اقل ما بيجيب لنفسه ولا المنعم ولا المنعم الكبير كمان. بصي يا واد البنطلون ده بتاعك. بجد والله يا حاج مش عارف اشكرك ازاي. البنطلون تحفه. تشكرني عليه يا عمور. الله بس يطلع مقاسك. كل سنه وانت طيب. وده يا شعبان هتسوقي. كل سنه وانتم طيبين. اوعوا تقولوا لي بقى انكم كبرتوا على العيديه. يسلم في امك يا فواز يا ابني. خير ما فعلت. طب والله انا كنت هطلب منك انك تصالحهم بس استحيت من عمايلهم. ما هم برضه اخواتي يا عم. اها ما هم ولاد اخويا انا كمان يعني حته مني. انما هنعمل ايه بقى؟ شوف لك صرفه بقى مع ابوك يا فواز. مش راضي اخويا يجي يقعد عندي بدل قعدته لوحده دي، ومش هحططني معاه عشان اعمل له لقمه ولا نضف له هدمه. يا اختي كان من باب اولى يجي يقعد عندي انا. ما هو على يدك. ياما بوست ايده ورجله عشان يجي هو اللي مش راضي. لو قدرتوا تشيلوا الحيطان دي خدوها وانا اجي معاكم. يا ولاد انا حته من البيت ده والعظمه ما بتستريحش الا على فرشته. ده بيت العيله. ريحه الايام الحلوه ونفس امكم في كل ركن فيه. وانا بقى مش خارج منه الا على ظهري. الف بعد الشر عليك يا حاج. يديك طولة العمر. ربنا يكرمك يا فواز يا ابني. ده بس عشان تريحوا نفسكم وتريحوني بقى. خلاص ماشي يا عم الذكريات. خليك على راحتك. انا هاجي اقعد معاك هنا يا جدو. يا سلام. دي الدنيا كلها بتنور يا حبيب جدو. قوم يا حبيبي تعالى في حضني. وحشتيني. تعال. ايه ده؟ بقول لك ايه انهار؟ انا يا اختي حجزت الواد ده ومهره عندي. ليه؟ هما في المستقبل العروسه هي اللي هتدفع المهر للعريس؟ امال؟ دول بقوا اكتر من الهم على القلب. وبعدين ده ابن الحاج فواز يعني يتقل بالذهب. نعيش يا حياة. ربنا يخليكي. كلامك دايما حلو زي العسل ده. والنبي يا اخويا تقول له يمكن يحس. ايه انت هتقلبي عليا ولا ايه يا حياة؟ انا عملت ايه؟ لا يعني ما بسمع منه كلمة حلوة كده ولا كده. الله 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 الله. ايه يا علاج زوجتي؟ انت؟ لا لا والله عايز اقول لك على حاجة. انا بقول كلام وكلام كويس قوي وكتير قوي بس بتنسى. يبقى حسن خطك. بقول لك ايه يا انهار؟ بذمتك اخويا بيقول لك كلام حلو ولا ما بيقولش؟ بيقول يا اختي. مشكلتي انه بيقول بزياده. في حاجه يا انهار؟ لا يا اخويا قول براحتك. طب قومي يا اختي احكي لي لحسن انا قربت انسى. لا ده انا هفكرك قوي. تعالي.
ما تقوليش كل حاجه يا نهار. يا عم في البتاع ده بقى واحنا ناقصين دوشة يا فواز. خلاص بقى يا حاج جلال ما تلمهمش علينا، ما صدقنا ريحنا دماغنا. يا اخي الستات دول ما بتملاش عنهم حاجه، بالعكس دول اطيب من الطيابه واغلب من الغلابه. كلمتين بس كده حلوين، ثلاثه طول بالك بس، هتاخدها تحت جناحك وتريح لك الجمجمه. بس انتوا بالكوا مش طويل، اسالني انا. ادينا بنتعلم منك يا عج فواز. لا متعلمش منه حاجة إلا ده. ها؟ ده أنت جوز بنتي، أصبح لقيك متجوز عليها أعلقك. وفي عاقل يكررها تاني برضه حاج منعم. شاكرين يا أستاذ علي. لا أنا ما أقصدش يعني، أنا بتكلم على اللي كررها تاني. أنت كررتها أكتر من مرة. تاني. ربنا يهدي. تعبني آخر تعب. مخرط على قلبي ولا ميت بصر. ليه يا اختي؟ عرفتي حاجة ولا ايه؟ لا 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 ولا حاجة. انهار شكلك مخبية عني حاجة. يا نهى خدي منعم يا حبيبتي وطلعوا العبوا برا شوية. ها ايه الحكاية؟ انتي عارفة ان الواحدة مننا في كلام كده ما ينفعش تقوله، بس معاك انتي ما بقدرش اخبي عنك حاجه. بحس انك مرايتي. في ايه يا انهار قلقتيني؟ تعبت، تعبت قوي يا حياه. دمعتي بقت على طول على خدي، بقيت اخاف يبص عليا ولا يشوفني يلمحني. بقيت على طول بجري على الحمام عشان اغسل وشي، واما بتخنق قوي وبتكبت بقوم ماسكه البت سميحه فقعها علقه مطلعه فيها القديم والجديد. عامله فيها جامده، بمسك نفسي وانا من جوه خربانه. يا لهوي مالك يا حبيبتي؟ هو مزعلك ولا ايه؟ لا يا اختي، طقم الحنيه اللي نازل بيه علينا اليومين دول ملوش زي. ما في واحده نفسها في حاجه الا وراح وعملها. انت كده طول عمرك تتبطري على النعمه. بطر 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 على يا بت. امال ده اسمه ايه يا اختي؟ ان شاء الله ده اسمه الذل. ذل يا نار. مش بقول لك يلا عندي شغل. يلا يا اخويا، يلا يا اخويا. فين شنطتي؟ بره. يلا شنطتك بره. يلا عايزه حاجه حياتي؟ الله يخليك يا اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام. بطر يا انهار، بنت اتهبلت ولا ايه؟ مش معقول، تحفه يا فواز، ما كنت عارفه ذوقك هالقد حلو. فرشيني فرشيني. والله كتير حلو، يسلموا. شكلها حلو كتير وغالية كتير. بقولنا بقى من زمان الغالي يرخص لها. دخيلك انت، بلاها هالكلمة احسن ما تطلع باسمك ومع شوفيرة كمان. والله عسل مهضومة. قوليلي عجبك؟ تعرف انا كنت ناوي ابرم وجهي عليك، لانه المفروض انه انا اللي انزل نقي الشبكة معك، بس شفت ذوقك هالقد حلو خلص سامح. طب الحمد لله جت سليمة المرة دي وعدت. وين بدك تعمل عرس يا فواز؟ عرس مين؟ قصدها يعني الفرح. فرح؟ احنا ما اتفقناش على فرح. والله بدك ياني اتجوز هيك على السكت؟ ليش؟ بشعة ولا فاكهة ولا عورة؟ بشعة ايه وفاكهة ايه؟ ده انت فاكهة حياتي كلها. اوعي إيه تقولي الكلام ده حبيبتي؟ بعدين ما احنا كده كده رايحين لبنان شهر عسل. ايه وشو خص هي به؟ ما خصنا انا بدل اثنين. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ما تتكلمي عن مسلين. بيني وبينك يا ابني يا فواز، هيدي الليله بتبقى ليله العمر بالنسبه لكل بنت. بعدين انا من طريق استعجالك قلت اكيد حاجز بفندق 7 ستار. فندق 7 ستار ايه؟ ما ينفعش الكلام ده خالص. ما ينفعش خالص. ليش؟ أو ما ينفعش وخلاص. ما بيصير هيك، هي أول فرحتنا. إيه وأنا مش رح أتجوز بلا فرح وزفة. حلو القوت إلا بالله. تاهت والإله. أنت مش عايزة فرح وزفة وجو من ده؟ بركة. على البركة. إحنا هنعمل فرح جميل جدا جدا جدا، بس مش هنا. طيب وين؟ في لبنان. لبنان بقى. صحباتك اللي كانوا معاكي من أيام المدرسة. كله يجي الفرح وبكده ابقى عداني العيد.
وبما يرضي الله. ماشي يا فواز. يا حاج. الحمد لله خير ان شاء الله. ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب اقفل، انا جاي لك حالا. فواز الحق يا فواز، ابويا راح مني خلاص. ايه اهدي وفهميني ايه اللي حصل. مش عارفه فجأة كده. طب ساكت، والله كنا قاعدين كويسين، ومن حظي الكويس اني سميحة جت تزورنا، كلمت الحاج وجابوه على الاسعاف على هنا. ايوه يعني طب ازاي؟ كل حاجه؟ شرب حاجه؟ والله ما انا عارف، ده احنا حتى كنا بنعيد. وانا بنتي اللي جبتي اجله، ورحمه امي يا نعمه لو ابويا جرى له حاجه لكن مقطعاكي ومشرحاكي 100 حته. ملوش لزوم الكلام ده يا سميح. اهي كده يا حاج، من ساعه اللي حصل ما حصل ونازله فيها تأنيب وتبكيت زي ما كنا انا اللي وقعته. هو في غيرك يا شر البقر؟ سامع يا حاج. خلاص يا سميحه ولده. ده ابويا يا حاج وملوش استب، خايفه يا اخويا لا يحصل امي. اهدوا اهدوا، الحكايه ما تستاهلش، هو كويس بس هيقعد معانا شويه في العنايه لما نطمن عليه. العنايه يعني على كده بقى هيبات في الانعاش؟ عادي يا نعمه عادي، لازم الدكتور يطمن عليه. طب يعني اسكيوز مي كده يا دكتور، هو ابويا في ايه بالظبط؟ السلام عليكم ورحمة الله. قلت لك ما تحفش، انت مش قد الحباية دي. شمتان فيها يا جوز بنتي؟ بصراحة انا مش قادر امسك نفسي بالضحك. يا راجل ربنا بيقول ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. تهلكة؟ طبعا، هو في اكتر من التهلكة اللي انت متجوزها دي؟ أنا كنت شغال تمام التمام وفجأة قطعت مية ونور. شغال تمام التمام؟ يكذب يكذب بقى، وأنت بين إيدين ربنا. هتفول عليا كمان؟ يا عم كلنا بين إيدين ربنا، ما تزعلش نفسك، مش كفاية بوصلي ليلتي؟ يعني خير انتهى من شر تلقى. هي نعمة معاكوا برا؟ هي وسميحة هيدخلوا لك دلوقتي. قالت لكوا حاجة؟ لا اطمن. الحمد لله. الدكتور بس هو اللي سيح. كبري عقلك يا مايا، حتى لو ما عمل فرح بالمرة هيدي الجوازة بدها تتم. وبعدين هو قال لك انه حيعمل الفرح ببيروت، وهذا اللي بدنا اياه. خلاص يا سليم اهدى شوي، احنا ما قلنا شيء. يعني انت ما شايفة غير انا اللي عم بحكي وبنتك اللي عم تخلق المشاكل من تحت الارض؟ هو أنا لما بدي أعمل فرح هون بين أصحابي بكون عم بعمل مشكلي؟ لك يا بنتي يا مايا، أنت ما عارف المصيبة اللي أنا فيها. فواز لو ما مضى العقود اللي مستنياه ببيروت، أنا حيتحجز على كل أملاكي وحيعلنوا إفلاسي ويشرشحوني على صنوبر بيروت. بدل منك عامل هيك بحالك، احكي مع مروان شريكك يدفع جزء من ديونك وانت سدد له اياهم لما وضعك يتحسن. مروان هيدا راس الافعى واكبر واحد له مصلحه في اعلان افلاسي عشان يستولي على المكتب. عرفتي هلا المصيبه اللي انا فيها يا بنتي؟ خلص يا بابا ما تزعل، رح اعمل مثل ما انت بدك. سوري. سامحيني يا بنتي، لكن هذا هو قدرنا، وعلى الإنسان أنه يواجه قدره بشجاعة وما يستسلم. وأنت هيك برهنتي أنك بنت أصل وأصول، وأنا عمري ما رح أنسى هالجميل. الله يحميك يا بنتي. ممكن أعرف إيه اللي مخليكي قلقانة؟ هو قال لك يا أختي على سفرة لبنان؟ أيوة قال لي. عادي يا أختي، ما هو بيسافر كتير. لا دي أول مرة يسافر فيها لبنان. ومال لبنان زي غيرها، كلها بلاد ربنا، وبعدين هو بيجري ورا أكل عيش ورزق. يا أختي أنت بتطمني نفسك ولا بتضحكي عليا؟ والنبي يا هدى تسيبيني في حالي، أنا مش طايقة نفسي.
يعني انت قلقانه اهو زي يا لهوي يا ابني قلت بعيد بالقرعه دي ما تاخدي وتدي معايا في الكلام يا انهار ما احنا الاثنين يا اختي في مركب واحده عايزاني اقول لك ايه خايفه ومرعوبه اكتر منك 100 مره اعمل ايه بس هو ممكن يكون مسافر شغل مش كده يا دي نيل على الكوره وسنين الكتار يا ولا بسم الله الرحمن الرحيم قلت في يا رب قلت في يا رب Thank you.
قبلت زواجها. وأنا قبلت زواجها. وألف مبروك بالرفاء والبنين. ألف مبروك. صوتك. اوطي صوتي؟ ده انا هعليه وهعليه لحد ما يوصل لاخر الدنيا. عايزاها تسمع عمتي. اسمعي يا عمتي، خليها تسمع اللي جايين وعمالين يعملوا فيها اهل وخلان وعيله. فيها سميحه، انت ماسوره وضربت. اذا كنت انا ماسوره وضربت يابا فهم بلعوا واتفتحت بوسختها، كانوا في جره وطلعوا لبره. اسم الله عليهم. جره ايه وقلت ايه؟ دري ايه يا ابلة سميحة؟ مالك يا اختي عمالة تغلطي كده وتتكلمي كلام فاضي ملوش لازمة؟ وبعدين انا ماليش دعوة باللي هم عايزينه ولا ليه ذنب في الطلبات اللي هم طالبينها. لو صحيح مالكيش ذنب كنت قلت لهم يتحدوا، قلت لهم انهم غلطانين، مش كده يستفردوا بالراجل لوحده وهو لسه ورور. لم نفسك يا بنت، ايه استفردوا دي؟ معلش يابا حقك عليا، يستكردوه. الله، برضو لو انت الاباحة دي جبتيها منين؟ خلاص يا سميحة يا اختي حقك عليا، ولو مش عايزاهم يجوا هنا تاني خلاص هقول لهم ما يجوش، بس برضو ما يصحش تعلي صوتك كده والجيران تسمعنا ولا ايه؟ ما يصحش اعلي صوتي والجيران تسمعنا، ويصح برضو اللي هم قالوه. عايزين يورثوا الراجل بالحياه الفجره. اخس عليك اخس، انا اللي غلطان، تعبه نفسي وعمال الف في الشوارع عمال اجيب لك شيء وشويات، واقول في الاخر كله عشان ابويا والعيل اللي في بطنك اللي في الاخر هيبقى اسمه اخويا. بس الظاهر اني غلطت. انا اللي غلطت اني اتكلمت معاكي وفضفضت معاكي بكلمتين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله يا حاج. اسم الله، انت زعلان عشان بتقولي ده؟ انا هتفرس انك ما بتقوليش وهما موجودين كنت طرقعت لهم. بس تصدق انا غلطان، غلطان انا يابا. حقك عليا يا ابو سميحه، اذا كنت هتدخلك في حاجه بعد كده ابقى دف في وشي. اقولك على حاجه، انت مش هتشوف سحنتي هنا تاني. ماشي؟ متشكرين. استني بس يا سميحه، رايحه فين؟ الحقني يا شاهين، تعبانه قوي. في ايه مالك؟ مش عارفه، رجلي كده مش شايلاني وضايفه. بسم الله يا اختي. ما تصدقهاش يا ابو سميحه، ده كل نسمه. اسالني انا كتكليله. الحقني يا شاهين، تعبانه قوي. نعمه انتي شفتي عفريت ولا ايه؟ انا اسفه، اصلي اتخضيت. الف سلامه عليكي.
انت وصلت هنا ازاي؟ انا اصلي رحت لك المكتب هناك فالسكرتيره قالت لي انك مش موجود، وبعدين يعني قلت اجي لك هنا، يعني قالوا لي في حد هناك قال لي ان انت موجود. انت مالك متلخبطه كده ليه؟ معلش انا واضح اني لسه مخدوم. طب اتفضلي استريحي، اتفضلي اشربي ميه، اكيد ريقك نشف والخضه. شكرا. شكرا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت بتعمل ايه هنا؟ بعمل موديل، برسم موديل جديد لسه في دماغي يعني. والله طب ممكن اشوفه؟ ماشي، بس هو لسه ما خلصش. اتفضلي. الله، انت بترسم الموديلات دي بنفسك؟ ما دي شغلتي. ديزاينر يعني؟ الحمد لله. بس خساره، انت بترسم المحجبات بس؟ برسم اللي انا مقتنع بيه. خسارة، أنا مش كل الستات بتستفيد من الفن ده. انت عارف الديزاينرز بره دلوقتي بقوا مهمين قد ايه، وانت شكلك فنان حقيقي. انت عارفه ان انا سبت التعليم عشان الشغلانه دي؟ ما كملتش علام، حلمت ان انا هطورها واكبرها الشغلانه دي، وقلت لابويا وابويا اقتنع وزقني فيها، وكبرت ونجحت وعملت فلوس ولا اجدع بيزنس مان في مصر. عشان كده بقى بشوف ان من حقي ارسم اللي انا مقتنع بيه. طب استاذن، انا مش عايز اخد من وقتك كتير. الله الله الله، ليه ليه؟ انت ما قلتليش حتى كنت جايلي ليه؟ صحيح، انا كنت جايه عشان بصراحه انا حسيت اني كنت سخيفه معاك في المكتب، فقلت اجي اعتذر لك في مكتبك. بس انا لذيذ في مكتبي. انتي مش لذيذة في مكتبي. انما شكلك لذيذ في مكتبي. انا مش عايزاك تبقى زعلان مني. بس لا، انا لسه زعلان. ها؟ بقولك ما تيجي تكسبي فيها ثواب وتصالحيني وتعزميني على الغداء. انا اللي عازمك برضو؟ لا، ما انا اللي هدفع على حسابي. في الحاجات دي الرجاله هي اللي بتدفع. ايه ده يا خبر؟ الساعة بقت 5؟ معلش انا لازم استأذن، انا عندي ميعاد مهم جدا دلوقتي. معلش خليها مرة تانية. بس لو مت من جوع هتتحملي ذنبي. ذنبي في رقبتك. جرايه يا بنت اختي. بقى انا اللي طول عمري بقول عليك يا بنت عاقله وبتفهمي وبتعرفي توزيني الامور. هتيجي في الاخر وتخيبي. يا خالي، ده بقول لك اول ما عرف ان انا حامل طفش وساب لي البيت، طب ده انا اعمل له ايه؟ ما تسيبيه. هيلف يلف ويرجع لك. هيروح فين يعني؟ وبعدين سيبيها بنت تفك عن نفسه شويه. ده انا من ساعه ما عرفت اللي عمله وانا ولا بيهدى لي بال ولا يغمض لي جفن. بصراحه انا خايفه على البت اللي هيحصل لها حاجه، ولا يسلط عليها الثلاثي المرح اللي عنده يعملوا فيها مصيبه. يا ولية اتقي الله، اتقي الله، ما تبخيش سمك في ودن البت. يا اخوانا، الراجل ده تلاقيه بس ما كانش مستعد نفسيا لموضوع الخلف شويه وهيرضى باللي قسمه له ربنا، ولا ايه يا بنت اختي؟ ساعتها بقى هتشوف الخير اللي هيعم عليكي وعلينا كلنا ان شاء الله. انا دلوقتي بس عرفت ايه سر جوازاته كتير. عرفتي ايه يا بنتي؟ ما تفطميني. افطمك؟ شوفي يما، من الاخر كده الحاج فواز مخلي المركز الرابع ده زي ما تقولي كده احتياطي، يعني من الاخر كل ما تعجبه واحده ولا تدخل دماغه يكتب عليها ويتجوزها، ياخد خيرها وبعد كده يرميها لكلاب السكك تاكلها. بس اهم حاجه انها ما تكونش خلفنا. عشان كده بقى يا اختي ستاته كانوا كل يوم بيشربوني العصير. عصير؟ عصير ايه يا بنت اللي يكون حاطط لك فيه حاجه؟ ايه بلاش الكلام الفارغ والهرفات الكذابه دي، كلام النسوان ده هيخرب على بنتي. بقول لك يا بنت اختي، صلي على النبي كده يا حبيبتي، الراجل ده جوزك ونصيبك، واللي بطنك ده يبقى ابني. يعني إذا كان هو بيفكر مثلا أو ناوي على حاجة، ناوي يتخلص من واحدة عشان يفضي الأوضة الرابعة زي ما أنت بتقولي، يبقى أكيد اللي هيضحي بيها دي مش هتبقى أنت. تقصد إيه يعني يا خالي؟ أقصد إن هما بقالهم سنين وأنت ما بقالكيش كام شهر، هما عيالهم كبروا وأنت ابنك لسه في بطنك، هما القدام وأنت الجديدة، هما النكد والعكنانة وانت الدلع والنعناشه. يا بنت، يا بنت خليكي اسمع على مسمى،
اسمك دلال وسوق الدلال. اسمعي كلام خالك تكسبي. يا حاج منعم، انا ما قلتلهاش تمشي عشان ارجعها، حياتها اللي بتتلكك على المشاكل وعاوزه تمشي. اقعد يا عريف، اقعد، خلينا نكمل كلامنا. مؤاخذة يا حاج، حياتي ليها حاجات كده يعني بتخلي الواحد يخرج عن شعوره. بس برضه يا علي يا ابني ما يصحش تسيبها تنزل في نص الليل جره عينه في ايدها والتاني على كتفها. هي دي الامانه اللي وصيتك عليها يا علي؟ ما بتردش ليه؟ مش عاجبك كلامي ولا مش لاقي رد؟ يا حاج منعم، انا صحيت من النوم ما لقيتهاش في البيت، لا قالت لي رايحه فين ولا جايه امتى ولا اي حاجه. انت يرضيك كده؟ طبعا ما يرضينيش. طب بس انا عاوز اسالك سؤال يعني، انتوا اتخانقتوا مع بعض كام مره في حياتكم؟ تقول ما اتخانقناش كام مره في حياتنا، احنا مضينا خناقه حاجه. يعني اتخانقتوا كتير؟ عمرها عملت حركه زي دي في خناقه من دول؟ هو ده اللي هيجنني. بدل ما تتجنن يا اخي روح اسمعها وشوف ليه ده حصل. الله، وصدقني يا ابني انت لما تتكلم معاها ده في حد ذاته هيحل مشاكل كتير بينكم. والله يا ما اتكلمنا يا حاج ولا حياتي اللي ما انتوا ناديه. صدقني يا علي يا ابني لازم تعرف مراتك ليه عملت حاجه هي مش متعوده عليها، لان ده في حد ذاته مؤشر مش كويس. ما ينفعش تتجاهله او تعمل زي العيال الصغيرين تتقمص وتعاند. والله يا حاج انا عملت كتير قوي، انا وصلت لحاله خلاص اتخنقت. لا لا يا علي ما تقولش الكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى خلق في الراجل قوة التحمل، مش علشان الشغل وتعب اليوم والكلام ده، لا لا لا، ده ربنا أنعم عليه بكده علشان يقدر على عيشته مع مراته. طب وحكاية الشغل اللي مش عايزة تشيله من دماغها ده؟ خلاص يا سيدي، أنا اتفقت معاها هتنزل معايا المحل. هي كانت معانا في الأول بس في الآخر فهمت إن ده الحل الوحيد اللي ما يزعلكش. من نفسها كده يا حاج من غير انا ما اعرف؟ في ايه يا علي يا ابني؟ انت هتخاف عليها وهي معايا؟ يا حاج دي مراتي، دي مراتي، واللي عملته ده خروج عن طوعي. بصراحه بقى يا حاج هي كده جابت اخرها معايا. عاوز تقول ايه يا علي؟ عاوز اقول ان كل واحد بقى ينام على الجنب اللي يريحها. انت بقى فواز الصياد؟ طلعت صغنن وحليوة اهو. انا بعكسك عادي يعني. نور خفي، الاستاذ لسه ما خدش عليكي. بس ايه جو الجلابيه ده يا ماو؟ نور اصل الجو ده ما شفتوش من ساعه ما وقعت الجلابيه بتاعت الاستاد. معلش اتاخرت عليكم استاذ فواز. لا مؤاخذه ما بسلمش. معلش معلش، اصل الحاج ما بسلمش على ستات. ده على اساس اننا من المحرمات يعني ولا ايه؟ ما تخفي عليا شويه بقى. كل واحد حر في ميوله. ها عرفتي؟ وبالنسبه لميولي بقى انا هسيبكم النهارده على السلم، دي من فلوسي، فرصه ما بتتكررش كتير. فيلم ايه؟ انا في فيلم اجنبي هموت واشوف. ايه رايك تيجي معانا في الجلابيه؟ واو. ايه قلت ايه؟ لا ماليش انا في قصه السينمات دي، ماليش. يلا يا جماعه بقى احسن كده هنتاخر وممكن جدا ارجع في كلامي. خلاص انا مش هخصب عليك اكتر من كده، كفايه ان انا دبستك في القعده دي. لا بالعكس والله، ده انا مبسوط جدا بالجلابيه. يلا باي 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 باي. فداكي فداكي. سوري. فداكي اكسر لك واحده ثانيه. لا اله الا الله، ربنا يهدي. هو باين انه لطيف بس قفل شويه، قال ايه ما بيسلمش ما بيروحش سينما، يعني كلام غريب. مش معنى انه ليه مبدا هو مؤمن بيه انك تقولي عليه قفل. كل واحد حر في اراءه وافكاره، ما دام ما فرضش عليكي حاجه او تعدى على حريتك الشخصيه، مش هي دي الديمقراطيه ولا ايه؟ ايوه يا بابا، بس هو محبكها قوي. وانت يا كمال؟ انا ايه يا بابا؟ انت ما قلتيش حاجه من ساعه ما قعدتي. هي من دي فرصه لحد غيرها يتكلم؟ ماشي يا ستي اديني سكت، اتفضلي اتكلمي بقى. اتكلم اقول ايه يعني؟ قولي رايك فيه. فيري ويرد.
عن اذنكم. هي مالها يا بابا؟ سيبيها خليها براحتها. ايوه يا ندى مفيش، كنت قاعده بره مش عارفه دماغي مشغوله شويه كده. لا بقولك ايه، ما تخليش اخك يروح البعيد انت كمان. اصل انا مش عارفه انا عملت كده ازاي، اول مره اعمل كده مع حد، مش عارفه اللي عملته ده صح ولا غلط. يعني صدقيني انا مش عارفه ازاي قضينا اليوم مع بعض كده. انت باين عليكي رايقه وفايقه. بقولك ايه، ما تصدعينيش، كفايه عليا نور. انتهى عليك يا رملة؟ لا خالص. طب ايه، مش عايزه تيجي معايا شويه؟ اطلعي بره يا حبيبتي. طب فكري. اطلعي بره. بقولك ايه، اقفلي انت كمان. باي. بتقولوا ده ما ينفعش خالص، لان العيال على وصول وبعدين حياتها تصحى. لا لا طمني، من ناحيه العيال انا ظبطتهم على الاخر، اديتهم شغل ما يخلصوهوش الا نص الليل، وحياه في حضن عيالها في سابع نومه. يا اختي انتي اللي مضايقك المره دي، لا هي اول مره ولا هتكون اخر مره. يا ستي حرام عليكي، ما احنا كده بنسهله اللي هو عايزه، الراجل في الاخر بيعمل اللي هو عايزه. معلش يا اختي، احنا اللي عودنا الحاج على كده. لا يا حبيبتي لا، خلينا محددين، انا عمره ما طلب مني حاجه زي كده ولا يقدر يطلبها، لانه عارف اني مش هعملها له. بس الهانم كتمه الاسرار، القديسه عايشه في دور القديسه، هو بيطلب منها هي بس، وهي بتنفذ عشان يبقى راضي عنها. تكذبيش على نفسك يا سميح، كلنا يا اختي بنسعى لرضا الحاج، وكلنا بنيجي على كرامتنا عشان خاطره، يعني انهار مش لوحدها. لا لا يا حبيبتي، انهار بالذات عايزه تبقى اقرب واحده للحاج دايما، حتى لو عملت اي حاجه مش في مصلحه اي حد فينا. انا عارفه الكلام ده من ساعه ما دخلت البيت ده، بس لعلمك ورحمه امي ما هتكت لها. انهار يا اختي ما بتعملش حاجه اكتر من اللي احنا بنعمله، وبعدين يا اختي لو الحاج طلب منك ان انت اللي تديها الحبايه، كنت هتجري على ملا وشك وتعمليها. جرس التنسي
انتي معايا ولا معاه؟ احنا الثلاثة في الهوا سوا يا سميح. البرفان اللي انت جايب لي منه وافوق كده من الهدر اللي خدته امبارح. وده كلام تفوق انت والدواخين. انا دايخ. سلامتك يا عينيا. الف سلامه. سلامتك. انا دايخ قوي. يا لهوي. خدي بقي من العصير ده. لا عايز اكل الاول. ده ساقع وكله فيتامينات قبل الاكل. احبوش. خرابي. ثواني يا حبيبتي واجيب لك احلى اكل قدامك على السرير. بس عشان خاطري خدي بق من العصير ده. احبوش. احبيه بقى. احبوش. احبيه. احبوش. عشان فواز. عشان فواز. احبيه. 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 وده موديلي بقى عامل شغل جامد قوي قوي في المناطق الشعبيه. مناطق شعبيه ايه يا شحاته؟ اقول لك بيروت. بيروت تقول لي مناطق شعبيه. ايوه ايوه بيروت. حاضر حاضر فهمت طلبك. حاضر. طب ده عليا يا شحاته. هو المخزن ده ملوش مدير؟ كل يا حبيبي انت خضتني. بدور على موديل 42 او 43. يا عم شعبان ده ما بيشوفش. شوف له موديل 42 و 43. يا دي شعبان اللي مفيش غيره في ام المخزن. روح على شعبان تعال. صبح يا باشا. ادي يا عم 42 43 اهم يا باشا. شايف موديلات اخر تحفه. يا اخ شحاته. شحاته بتفهم علي؟ برجوك انا بدي ملابس بتليق على طبيعه ومناخ البلد عنا. ايوه ايوه حاضر حاضر فهمتك. حاضر حاضر. بص ده بقى موديل عامل شغل جامد قوي 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 مع بنات الجامعه والنوادي وارباب الكافيهات. هيدي الملابس ممكن بتصير عندنا مليح. اوكي شحاته اعمل لنا حصر بكل انواع الموديلات اللي بالشكل ده وهات لنا منها عينات واحنا نشتغل عليها. حاضر من عيني. سوقي. همتك معانا يا اخ شحاته. شحاته شحاته. شحاته. منيح اتفضلوا. السلام عليكم. سلام. شحاته. شحاته. نعم يا ست سوقي في ايه؟ بقول لك يا شحتوت. ها؟ مين الناس اللي كانت بتتكلم انجليزي دي؟ دول ناس هتصدر لهم شغل ان شاء الله. وايه حكايه بيروت دي؟ هو الحاج هيفتح محل هناك ولا ايه؟ انت مالك يا تسوق؟ خليك في شغلك ده التاريخ مقاوي. الله مالك انت حمان كده ليه يا عم؟ هو بيطمن على الشغل برضه. اطمنوا الشغل تمام التمام. هنزلكوا بقى عشان الناس مستنياني بره. السلام يا عم شحاته. بقول لك يا ديسكو انت بتفكر في ايه؟ عشان انا مش عارف افكر اساسا. ده صاحبك هيدفع كتير قوي في الخبر ده يا ابني. ايه تصدق صح؟ بس خبر ايه اساسا؟ طب روح 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 يا شعبان حط حاجات دي. روح يا شعبان روح. طب ما علي اني غبي يا ابن الزكية. نهارك اسد ومنيل يا سي شاهين. بتقول لي انا الكلام ده؟ وقدر لسانك يطوعك وتنطقها غصب عني يا نعمة. الشيطان كان بيلعب بدماغي. الشيطان بيلعب بدماغي لنفوسهم ضعيفة وعقولهم صغيرة. وانا بعد اللي انت قلته ده مستحيل اعيش معاك تاني. استني بس يا نعمة. رايحة فين؟ رايحة في 60 داهية. استني بس ما تفهميش الكلام اللي انا قلته غلط. انا كان غرضي غرضك كان باين من يوم. لكن انا اللي ما كنتش فاهمة. قالوا انا اللي كنت فاكراك هتشني من على الارض شيل وهطير بيا فوق في السماء. جيت كسرت قلبي وموت فرحتي جوايا. بس ما كنتش فاهمالك. لكن دلوقتي خلاص فهمت وبانت نيتك.
انا ماشيه يا شاهين وسايبالك البيت. اقعد انت بقى في حضن شطانك، خليه يغويك ويلعب في دماغك عشان تعرف تقول ان مراتك. نعمة، للدرجة دي مش طايقة ايدي عليكي؟ سيبنا نروح لحالي يا سي شاهين. ليه بس سوء الظن اللي فيا ده؟ الكلام ده تقوله لنفسك مش تقوله لي. انا قلتلك كده عشان خايف على اللي جاي، خايف ليتكتب على ابننا انه يعيش من غير اب. انا كبرت يا نعمة وما عادش فاضل في العمر اللي يكفل تربيته. ما هو ده اللي انا كنت فاهماه في الاول، حتى كان مهون عليا معاملتك السودة ليا، لكن بعد ما طلبت مني ان انزل اللي في بطني ملهاش تفسير تاني غير انك شاكك فيا وخايف ليكون اللي في بطني ده مش هيك. بس كفايه كفايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انسي اي حاجه اتقالت، يلا لم هدومك ورجعيهم تاني الدولاب. يا سلام انسى؟ ايوه، اللي يتقال ساعه شيطان لازم يتنسي. انا هروح اتوضى وانزل الجامع اصلي، يمكن ربنا يسامحنا. اللهم سامحنا، اللهم سامحنا، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا ظهري اخسى عليكوا على شقاوتك يا حاج، اخسى عليكوا على شقاوتك يا حاج. ولسه انتي لسه شفتي حاجه؟ يلا يا زينب. معقولة اللي انت ملبسهولي ده يا دلال؟ ايه يا حبيبي مال؟ ده حتى زي القمر عليك الموف اللي راح ياكل منك حتة. صحيح؟ طبعا ومبين سنك كمان. حبيبي عيون حبيبك رجل دودو لسه بتوجع. يا خبر ابيض، ما هي دودو بتدوس جامد قوي على رجليها. طيب حبيبي ينفع يشيلني لحد السفرة هناك؟ أشيلك؟ يا بيب تشيلني ولا أنت مش عايز تشيلني؟ هي دي أول مرة يعني ولا دي أول مرة؟ شيل يا حاج شيل يا حبيبي، ربنا يديك الصحة وتشيل. أشيلك طبعا يا روح قلبي، انما بلاش التسيح ده، ناخد عين. صح، بسم الله بحرسنا وسيننا. طب ايه، الحاجه هيشيلني ولا مش هيقدر يشيل؟ اقدر ان شاء الله، نقدر بعون الله. يا بركه. هوبا على السفره. دي مش السفره. يا حلاوتهم. شورت وفانيلا وشالها على ايده في وسط الصلاه قدام الناس كلها، اللي ما اتكسف وعينيه كانت كده ما حطش في عينه حصوه ملح. ونهار يا اختي عملت ايه؟ ما استحملتش المنظر، الطاجن وقع من ايديها اتدشدش 100 حته على الارض. اخسى عليك يا حاج، بقى كده تخليها تحرق في دمنا بالشكل ده؟ يا جماعه يلا الحاج بيقول لكم تعالوا اتغدوا. انا مش هقعد مع الناس دي على ترابيزه واحده ابدا. والست انهار برضو بتقول لكم تعالوا كلوا عشان ما تقعدش معاها لوحديها، بتقول لكم يلا وما تبقوش واطيين. ما تحترمي نفسك يا وليه انت. انا مالي، مش هي اللي بتقول؟ اوف بقى، بقول لك ايه، روحي قولي لهم اني مت. روحي قولي لهم جايين يا زينب. يلا يا انا لو شفتها دلوقتي هقرقش مصارينها باسناني. معلش يا سميحه، دي عاده وما ينفعش نقطعها. لا يا شيخة، تتقطع رقبتها في التحرير. القادرة بنت البواب المعفن اللي عاملة نفسها بنت بارنديلو وعمالة تتمايز وتتدلع عشان تغزني، وديني لقطع لسانها من اللي غليقه. معلش يا اختي، تعالي على نفسك شوية وان شاء الله هنحلها. حل وسطها البعيدة. يلا يا اختي، يلا يا حبيبتي، لحسن الحاج هيزعل مننا، ومين عارف هي عمالة بتقوله ايه ولا بتسخنه علينا ازاي. بس انا بقول لك اهو، لو ضايقتني مش هسكت لها. ارقش رقبتها. بالراحة بالراحة يا اختي، تعالي تعالي. ماشي. معلش عشان خاطر، عشان خاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا يا روحي، خدي من ايديا. انا باكل يا حبيبتي، باكل. كلي انت بقى عشان خاطري. طب اخر واحده. احبوش احبوش. يعني ما بتاكلش يا حبيبي؟
ده الاكل تحفه. تسلم ايديك والله يا نهار. حاجه جد. صلي على النبي يا نهار. تسلم ايدك يا حبيبي. تسلم بالحنا والشفا يا حاج. ايه الرزيه اللي على بقك دي عليا؟ حد ياكل الرز ويلحوس نفسه كده؟ اخس. كلي بقى يا حبيبتي انت عشان تتغذي، كلي لحد ما تشبعي. يا سلام، انا شبعت من دلعك فيا وحنانك عليا وطيبة قلبك اللي مفيش زيها دي. يا لهوي. الملوخية يا زينة. الحاج بيموت في الملوخية بتاعتي وانا عاملاها لك بايديا الاثنين. لازم الملوخية دي انا هاكل منها يا نهار. مش لما يفضل منها يا حاج. هي ملوخيتها اصلها ايه؟ حكاية. اهلا حبيبي. حبيبتي. حبيبتي يا مزة. مستنيينكم عشان ناكل مع بعض. يلا نسمي كده وناكل لقمة كده بإذن الله. الملوخية يا زينب. عادل يا ستي. الملوخية. ايدك معايا يا سميحة. يا حبيبتي هات. مين؟ حاج منعم. انا اسفه والله يا حاج، رحت عليا نومه، انا اسفه جدا والله. خلاص يا بنتي ما حصلش حاجه. كل ده اصلا انا هنا من الساعه 7 الصبح. وايه اللي معاك لغايه الساعه 6؟ انت مش بقالك 5؟ الاستاذ صفوت جوه معاه مرسي وشحاته والاستاذ زكي، بقالهم يجي 3 ساعات. ما انا عارف، ما انا جاي مخصوص عشانه. بقول يا حاج، هي حكايه المدرسه دي هتيجي على دماغي ولا ايه؟ انا هنا من الساعه 8. طب قاعده ليه؟ ما تروحي انت. الحاج موصيني قبل ما امشي لازم اقفل مكتبه. طب خلاص انا هخش الملك الليله دي عشان تروحي انت. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يخليك لينا يا رب، ربنا يخليك. يلا كملي انت نومك لغايه ما اخش اوزعها. ميسي. ايه ده؟ انت ما صدقتي حتامي بجد؟ بس صحصح يا بنتي. كده الامور كلها بقت جاهزه، مش فاضل غير امضة فواز ونستلم المدرسه بشكل رسمي ان شاء الله. الله. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. خليكم قاعدين يا اولاد. اتفضل هنا يا حاج. اتفضل يا حاج. اقعد. الله يكرمك يا حاج. ايه حكايتكم يا اولاد؟ حابسين نفسكم هنا من بدري ليه؟ انتوا ناويين تفتحوها بكره؟ الاستاذ صفوت يا حاج جاي سخنان علينا ومتحمس عشان موضوع المدرسه لدرجه هيخلينا نغير نشاطنا ونلبس مرياله. والله يا جماعه انا مش قصدي ابدا ان اعطلكم معايا. لا لا لا، ده شحاته بيهزر معاك ما يقصدش يا استاذ. لا بجد يا حاج، بسم الله ما شاء الله صفوت متحمس جدا، اصله حابب الموضوع قوي. انا نفسي يا حاج نتفادى كل اخطاء المدارس التانيه ونوصل بالمدرسه بتاعتنا دي ان شاء الله لاعلى مستوى. ما شاء الله عليك، أو ده حماس تشكر عليه. فواز ابني كمان متحمس قوي لدرجة إنه مصمم يبقى في لجنة اختيار المدرسين. وكمان عملنا إعلانات وجالنا طلبات كتير قوي. وأنا جهزت ملف بكل السيفيهات اللي اتبعتت عشان نختار منها المناسب قبل المقابلة. أصل العدد كبير قوي وكان لازم يتغربل يا حاج، عشان كده اشتغلنا بنظام السيفيهات. المهم يا أولاد لازم يحسوا بفرق عن غيرنا، وده لا يمكن يحصل إلا بمرتبات محترمة تناسب قيمة شغلهم. الله الله عليك يا حاج، هو ده الكلام. وبالشكل ده نتفادى مشكلة الدروس الخصوصية، والمدرسين يدخلوا على الطلبة يشرحوا لهم بقلب، ما يبخلوش عليهم بأي معلومة. صدقوني يا جماعة، أنا سافرت بره وشفت المدارس هناك واشتغلت فيها وعرفت كويس قوي إيه الفرق اللي بيننا وبينهم، وليه هم أفضل مننا، وليه المدرسين اللي عندنا الكفاءات بيهاجروا ويشتغلوا بره بمنتهى الإخلاص والأمانة. والسبب حاجة واحدة بس. طبعا الفلوس. الفلوس طبعا، بس في فكرة أساسية في الفرق اللي بيننا وبينهم، إن المدرس عندنا اتحول لموظف، وموظف غلبان يا عيني، مرتبه ما بيكفيهوش لآخر الشهر، وبيبدأ بقى يدور على دخل تاني ومصدر إضافي لدخله، وهنا بتظهر المشكلة. ما شاء الله عليك يا أستاذ صفوت، ما شاء الله عليك يا راجل. واضح إن حماسك فعلا زايد قوي لدرجة هتخليني يعني ما الحقش صلاة العشاء في الجامع. أنا آسف إني عطلتكم مرة تانية، بس والله يا جماعة الموضوع يستاهل بجد، وفواز ليه في رقبتي جميل، نفسي ربنا يقدرني وأرده له في المدرسة دي. وعرفت شو اسمه؟ محدش قال اسمه قدامنا.
يعني انتم متاكدين انه لبناني؟ طبعا متاكدين، بيتكلم لبناني زيك بالظبط. طب كويس كتير، هيدي العمليه اللي انا عم بستناها، بدنا نعرف نوع البضاعه والكميه وحتتصدر لمين وامتى حتوصل. هيدي العملية اللي أنا طول عمري عم بستناها. حيلك حيلك، أنت مالك دايس فينا كده كأننا شغالين عندك؟ مش الأول نفهم إيه العبارة؟ لا، قبل ما نفهم ناخد حق المعلومة الأول وبعد كده نتكلم في اللي بعده علشان نبقى في التراسينا. الحساب بيننا بيجمع مثل ما بتقولوا، والشغل هيدا كلنا حنكسب منه مثل ما قلت لك يا تسوقي. مؤاخذة يا باشا، إحنا دورناها في مخنا لقيناها خسرانة وبنشتري سمك في مية. احنا ناخد حقنا اول باول ولا يا شعبان؟ ده هو كده يا باشا، عشان الشغل بينا يبقى على ميه بيضة. قول لي شو طلباتكم يا ادمي؟ صحيح العباره كده، احنا في الجيرينيه ومقشفرين على الاخر، ويلزمنا فلوس، وعلى قد ما هتدفع المره دي على قد ما يكون التظبيط المره الجايه علشان تبقى راضي عننا. فهمت فهمت. بكره حيكون في عندكم مبلغ محترم جدا، والحساب بيناتنا بيجمع. ماشي يا باشا، يمشي الكلام كده. تشاولينا على السكة نجري فيها جري. ما في غير شحادي، شحادي هو اللي كان معهم، وشحادي اللي عنده كل التفاصيل. احنا سألناه ما رضيش يقول لنا. يا حبيب قلبي، ما بينفع هيك سؤال عالطاير. انت عايز تقول ايه يا باشا؟ شحادي ضعيف كتير قدام الستات. نعم يا اخويا، يعني ايه؟ يعني لو اتظبطني قعدة حلوة حيخر ويكر كل اللي بيعرفه، واحنا ما بدنا غير اللي بيعرفه. طب وهنعملها ازاي دي؟ سيبوا التفاصيل علي والتنفيذ عليكم. هترمي نفسك في نار جوازة زي دي؟ مهما دقت منها حلاوة لسعة نارها هتخليك تتقلب على الجنبين. شيلنا عين واحنا مش ناقصين، دول نسوانك دول تدبف عليهم رصاصة. لا 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 لا، دول بيناموا من المغرب كده صح؟ أنا عودك. يلا حبيبي، يلا بينا. فين؟ مش هقطع طبق الفاكهة الأول؟ سيبك من الفاكهة. الله، عشان تتغزى. غزة مش محتاجين بعون الله. طب ما توريني القهوة وتمسكني. نعم يلا ادي امسك. لا مش هتعرف، هتفكرني هبلة ونبي ما هتعرف. طب وريني.
طب هعمل دوشه، هعمل دوشه. الحقوني يا الحاج، الحاج يا عيني على الحاج. ماله الحاج يا اختي؟ ما هو زي الفل اهو. ده اللي جرى واللي حصل لا يتقرى ولا يتشاف. بقى الحاج فواز، استغفر الله العظيم، يطلع منه التصرفات دي؟ سامعين يا امه؟ سامعين؟ لا، السمع غير الشوف يا ستي. بقى الحاج فواز يتصرف تصرفات لا تليق بسنه ولا في مركزه ولا في مقامه. لا، الراجل هيضيع منكم، انتوا لازم تتصرفوا. انا بقول لكم اهو يا اختي. انت قلتي حاجه لسه؟ ما تقولي فيها ايه عشان نعرف نتصرف. قولي لنا يا اختي، شفتي ايه؟ الهانم الجديده هتطير برج من عقل الحاج. شفته هو بيسحب زي العيال وداخل من اوضته للمطبخ، وشافها بقى وهات يا زغزغه ويا ضحك، راح يا ستي لفاها على ايده وشايلها كده اهو، ولافف فيها المطبخ كله، وصوت ضحكتها بسم الله ما شاء الله رن في الفيلا كلها. ما شاء الله تبارك الله، ده انت اللي هتترني علقه وهنط في كرشك لو ما تلمتيش. اخص عليك يا حاج، اخص عليك. تاني تاني ايه تاني دي يا اختي؟ هو انت كنت اتلفحتي اولاني عشان تتلفحي تاني؟ انت كان لفحك قبل كده؟ لا يا اختي والله ما اتلفحت. قولي لي بقى المره دي هنسكت يا انهار. البت دي مش سهلة، دي تربية حواري ياما، دي فاهمة هي بتعمل كويس ايه. لا وحلوة ونخشة وصغيرة كده وموزوزة، والرجالة بتتقلب عيال. لا بتريل يا اختي عن نوع ده، بيريلوا عن نوع ده. ولو اي واحدة فينا فكرت تقف قصادها هتنسفها كده، هتدمرنا. امال انت عايزانا نعمل ايه؟ نقف نسقف لهم ولا نقعد نزغرط ونصفر ونحيي ونشجع؟ ولا نشد في شعرنا ونصوت؟ يا بنت اسكتي شويه خليني اعرف افكر. الله مالك يا بنتي، بتقولي كلام غريب قوي يا انهار. ما تقطعي حبل افكار. خلاص يا اختي، خلاص خلاص يا اختي، خلاص استهدوا بالله كده وصلوا على النبي وخلونا في حالنا، وان شاء الله ان شاء الله هيزهق منها زي غيرها ونخلص. يا شيخه ونخلص. ربنا يكملك بعقلك يا ست هدى. يا اختي وفين الخلاص اللي انت بتقولي عليه ده؟ لما هو هيزهق ويجيب لنا واحده غيرها يبقى يرجع ابوكي لاخوكي، واحنا نقعد نهري وننقض في روحنا لحد ما واحده فينا هتتشعل ان شاء الله. وانا هتطلق والعمل؟ هي فكره بقى لها فتره عماله تور في دماغي، وانا اوانها دلوقتي. وحاجه من الاتنين، يا هنرتاح كلنا ونحط رجل على رجل بكرامتنا، يا اما هنتطلق ونترمي في الشارع رمي دي الكلمه بس بكرامتنا برضو. فكرة ايه دي يا نورة؟ سفلة سفلة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا اختي هو واخد واحدة في شقة مفروشة، دي مراته. لا 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 لا، يلا ماتت ولا لسه؟ خلينا نخلص من واحدة. طيب طيب طيب، يعني بتخبط هاتف طجب. ومين ده بقى اللي جاي يبوظ عليا الليله بقى؟ مساء الفل على عيوني العسل. دي سوق ايه؟ صباح الجمال والشقاوه. وشعبان هو في ايه؟ انت مش قلت ان المدام مش موجوده يا عسل؟ ايوه بس ليه؟ يبقى تخش يا زبان. هي ازيك يا اسمك ايه؟ عندك كوبايه بقى كبيره؟ يا حبيبي. يا امه شحاته يعني مات. الله يخرب بيتك يا سليم يا اشقر. يا علي يا علي، ايه النور ده؟ انت نايمه من امتى يا حياه؟ مش فاكره. ده ايه اللي اخرك كده؟ ابدا الكلام خدنا. وانت ايه اللي منامك بدري بس دلوقتي؟ تعبانة يا علي، تعبانة، جسمي مكسر. تعبانة؟ تعبانة من ايه؟ وانت بتعملي حاجة؟ بذمتك يعني ده سؤال؟ طب بقولك ايه يا حياة؟ ما تقومي تصحصحي كده وتقعدي معايا تتفرجي على التلفزيون. النبي انت رايق قوي،
يا علي جسمي مكسر عاوز انام. روح اتفرج انت لو عاوز. لا مش عاوز. مش عاوز حاجة خالص. اطفي النور ده بقى. يو يا علي. اشرب اشرب وانبسط. مش شايف وشادي وبرتب. هذا المطلوب. اثبت بقى على كده. على شعبان الواد شحات استوى على الاخر. يلا خد زبادي وخش الاوضه جوه. يلا جوه. جوه ايه؟ الله يخرب لك تذكرتي ولا ايه؟ خد زبادي وخش جوه عشان خاطر المهمة. مهمة. مهمة ايه؟ الله يخرب بيتك ويخرب بيت ايامك. زبادي خد الواد شعبان وخش جوه عشان خاطر المهمة. تعالى يا وادي يا شعبان. انت سعد ابو معاه معاه. ايه يا شير؟ تزوقي تزوقي. أم رايحين فين؟ أم رايحين؟ أما أقول لك كل حاجة بس ميجي عليك الدور. يا ريت تقول لي عشان أنا ما أعرفش. أنا طالب منك طلبين. أمرني. والطلبين من غير سلطات. حلوة مضروب حلوة. الطلب الأول إيه؟ تقول لي هم رايحين فين؟ سهلة. والطلب الثاني ايوه تقول لي هم يعملوا ايه عشان انا ما اعرفش. ايه اللي بتقوله؟ انت مش متجوز ولا ايه يا شحات؟ انا متجوز بس على خفيف يعني. حلو حلو قوي مضروب والله. طب وعيات ابوك يا رب ابوك يحج. تقول لي هم يعملوا ايه؟ يا عم سيب الجلابيه واقول لك كل حاجه بس واحده واحده كده معايا. علشان ايه؟ علشان المهمه. وانا تحت امري المهمة. بيا بيا. زي ما اتفقنا انت هتجيبي سيرة لبنان اللي انت نفسك تسافريها، والمهم ما يخرجش من هنا الا لما يقول اسم الراجل اللي فواز هيشتغل معاه وفواز هيسافر معاه امتى. وسيبي بقى علينا احنا بقى. دي حاجة سهلة قوي قوي. تمام. هتيجي نسخن شوية لحد ما هو يستوي. اهدي اهدي. نسخن ايه؟ انت غبية هتبوظي المهمة. يوه يا اخويا مسي رأفت الهجان كان في مهمة كان بيعمل كل حاجة. وبعدين انا سخنت قوي قوي من الرقص وخايفة الأفرق. صدقي انت زبالة. جيبها كده وتخش عليها كده. فهمت يا تسوقي؟ يعني قصدك اجيبها كده واخش كده. يا لهوي يا ريتك السوبر يا سعاده وكمان جايب راجل في البيت. يا عم اوعى كده. مين ولا الخرفره دي؟ ما تفهمنيش غلط يا سعاد. البنت جوه في اوضه النوم. المدى